باشمهندس حازم الليسي عضو مجلس الاداره والمسؤول عن الجزئيه الخاصه بتنميه الموارد. اهلا بيك معانا يا باشمهندس. اهلا بيك وشرفتينا بهي. حقيقي شرف ليا بجد، يعني دي حاجه تشرف اي حد. وعندي اسئله ليك كتير، يعني مشروع بالتركيبه دي اللي هو الناس تقدر تيجي تتعالج هنا بالمجان وبدرجة كفاءة أو بكواليتي محترم جدا جدا، معرفش إدارته تبقى عاملة إزاي، وحضرتك كمان مسؤول عن تنمية الموارد، لأن الموارد للمشروع زي ده وأي مشروع حاجة مهمة جدا وعصب لتغذية المكان ده. معرفش إدارة المكان، مكان زي ده بيبقى عامل إزاي يا باشمهندس؟ يعني مرتبين أموركم إزاي؟ إيه اللي بيحصل في الإدارة في مكان بيعالج سيدات مصر بالمجان وبالدرجه دي من الكفاءه؟ احنا يعني الفكره بدات من سنتين، احنا لسه يعني نعتبر في مرحله البدايه بالنسبه للحلم ده. نتمنى ان في خلال مثلا 5 سنين ان احنا نوصل نبقى على نفس المستوى زي المستشفيات، مش هنقول بقى جوه مصر، طبعا احنا في مصر عندنا 57 مثال مشرف، واحنا من اول ما بدانا كنا عايزين نبقى يعني على نفس المستوى واعلى ان شاء الله. فاحنا الطموح بتاعنا ان احنا ما نبقاش مجرد مستشفى بنعالج السرطان في مصر، لكن احنا بنتكلم على مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم، وبالتالي احنا مهتمين بحاجات جديده زي موضوع الريسيرش، زي موضوع ان احنا ناخد احدث بروتوكولات العلاج من الخارج، ان احنا الدكاتره بتوعنا كلهم يبقوا جزء كبير منهم بيتعلم من بره او جاي من بره، ان احنا نحاول نعمل حاجه مختلفه عن المستشفى التقليدي اللي في مصر اللي هو بيعالج. لا، احنا عايزين نبقى سنتر اوف اكسلنس، عايزين ان احنا لما حد يتكلم على البريست كانسر على مستوى العالم يقول يتذكر اسمنا بهية. وبالتالي احنا اوريدي في المده القليله اللي في السنه اللي فاتت ديت اوريدي قدمنا بيبرز ابحاث في مؤتمرات عالميه، ويعني مفيش حد من اول سنه بيعمل كده. احنا الحمد لله من اول سنه مشاركين في معظم المؤتمرات، معظم الابحاث بيبدا يجي لنا من بره، زيارات الناس بيجوا ما بيصدقوش انه في مصر وبيبقى جاي من بره. احنا جانا واحد هنا من سويسرا تقريبا مدير معهد الاورام في سويسرا، جه ما صدقش، مش مصدق ان مصر في حاجه زي دي. ان هم نفسهم انتوا كاداره بتعملوا ايه بقى عشان توصلوا بالمستشفى ده؟ احنا طبعا عملنا انفستمنت كبير وعملنا استثمار كبير ان احنا جبنا مكان ما فيش زيه في مصر ولا يمكن في الشرق الاوسط، جبنا احدث المكان اللي يفضل يعني عايش 10 سنين الجايين. انت لما تيجي تشتري مثلا كمبيوتر تشتريه بعد شويه يقول لك ايه طلع مثلا موديل جديد او جهاز جديد مش عارف الهارد يعني الاحدث على بالظبط، عشان احنا سبقنا بقى فجبنا يعني الناس قالوا لنا هاتوا ده، قلنا لا هاتوا لنا احدث حاجه عشان نقدر نكمل بيها الفتره الجايه. فاستثمرنا في المكان ده واستثمرنا في الدكاتره بتوعنا واستثمرنا في الخدمات اللي موجوده للمرضى، مش مجرد علاج، لا احنا بنتكلم احنا عايزين نحسن الكواليتي اوف لايف. احنا في اي ما فكرتوش مثلا لو افترضنا مثلا ان هي بتعالج خلينا نقول مثلا 5000 حاله مثلا في السنه، ما فكرتوش ان احنا نقلل الكواليتي شويه بحيث نقدر نعالج 7000؟ طبعا يعني احنا هقول لك حاجه، احنا طبعا يعني نتمنى نعالج كل مرضى سرطان في مصر، لكن احنا ما نقدرش نعالج مرضى سرطان في مصر، وده هيبقى عمل لازم متكامل ما بيننا وما بين وزاره الصحه وما بين كل الناس القائمين على قسم العلاج في مصر يعني. لكن احنا يعني الارقام اللي حضرتك سمعتيها النهارده في البرزنتيشن بيقول ان مثلا كل سنه بيبقى في 40,000 سيده جداد بيجي لهم سرطان الثدي. احنا من الرقم ده قلنا هناخد جزء، لكن الجزء اللي هناخده ده هنديله احسن ميديكال تريتمنت واحسن علاج حتى للمرضى او المريضات اللي هم ممكن يكون مثلا فرص ان هم مش هيقدروا يعيشوا مده طويله، لكن احنا بناخدهم برضه. وبيقول لا احنا اللي هنعمله ان احنا الفتره المتبقيه ليهم هنخليهم يعيشوا فبس كواليتي اوف لايف، ان العلاج مش بس للشفاء، لا ده العلاج حتى اللي عنده لا هيكمل الفتره اللي فاضله له. يعني انتوا ما بتستثنوش او ما بتستبعدوش او ما بتدوش الاولويه، بتدوا برضو الاولويه للسيدات اللي حالتهم متاخره. بالظبط، احنا لان البعض بيقول لك ايه لا انا ادي فرصه لسه المرض في بدايته، لان ده فرص شفائه احسن وافضل وفرصه في الحياه افضل. انتوا كمان عم احنا بنقبل كل الحالات، بنقبل حتى حالات الناس اللي ما بيقبلوهاش. وفي مثلا نوعين من العلاج، في العلاج اللي هو التقليدي اللي هو ممكن يكون ارخص شويه او مش غالي، وفي علاج معين موجود على مستوى العالم اسمه العلاج الموجه
ده غالي جدا يعني الحاله الواحده تقريبا ب10 حالات من العادي. احنا بنقبل ده كمان واحنا يمكن من الاماكن الوحيده جدا اللي بنقبل العلاج الموجه ده. فحتى ساعات الممرضات يتكلموا على الكول سنتر يسالوا انتوا بتدوا ده؟ نقول اه. لا احلف والله بنديه وبيجوا بياخدوه فعلا. فاحنا بالمجان بالمجان. فاحنا ما يعني ما فيش حاجه بنوفرها ان احنا ندي المستوى اللي احنا اتكلمنا عليه ده اللي هو المستوى العالمي. وزي ما انت سؤالك بقى بتقولي لي ناخد عدد كبير ونديهم كلهم علاج متوسط ولا لا؟ احنا العدد اللي بناخده، وانا ممكن اقول لك العدد اللي خدناه السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت بقالنا سنه قدرنا ان احنا نستقبل اكتر من 20,000 مريضه. الحمد لله دول اللي دخلوا المستشفى وكشفوا مبكر او بالفعل مصابين. 20,000 والحمد لله استقبلتهم كلهم وباستبتسامه والناس كلها الحمد لله كل اللي بيدخل وبيطلع مبسوط، سواء حتى لو خدت خبر كويس اخبار كويس ان هي الحمد لله ما عندهاش حاجه، او حتى لو لا قدر الله طلع حاجه برضو بنطمنها بنقول احنا معاكي ومش هنسيبك ونفضل معاها لحد الاخر. عدد اللي طلع عندهم حاجه بقى في ال 20,000 بالظبط طلع تقريبا عندنا يمكن 2000 او 3000، يعني ممكن مثلا التلت او يعني ال 20,000 اللي كنا بنتكلم عليهم دول جزء منهم بيبقى كشف مبكر، يعني واحده ما بتشتكيش من اي اعراض وجايه تطمن على نفسها، وفي جزء بيبقى اوريدي حاسه ان عندها مشكله. دول تقريبا ممكن التلت بيطلع منهم فعلا عندهم مشكله. فمثلا عندنا مثلا 3000 فعلا بيتعالجوا في الطرق المختلفه بقى، سواء بالعلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي او الجراحه او كذا، كل واحده منهم في مرحله ما. ولكن اللي معانا الناس اللي خدناهم هم واخدين احسن علاج موجود في مصر حاليا، وحتى لو سافروا بره مش يقدروا يلاقوا علاج احسن من ده. باشمهندس حازم الليثي عضو مجلس اداره، لو بيتكلم عن بهية وبيقول علشان المشروع ده يكمل احنا محتاجين 1 2 3. طيب اول حاجه محتاجين، احنا سمينا اسم المؤسسه، خدتي بالك قبل ما نقول لعلاج سرطان الثدي قلنا للايه؟ كشف المبكر. كشف المبكر. احنا دورنا الاساسي اللي احنا واخدين بيه قرار كمجلس اداره هو التوعيه، هو نشر التوعيه والثقافه في مصر ما بين سيدات مصر ان اكشفي، لان احنا لما بيجي لنا الحاله في الاول بيبقى فرص الشفاء وفرص العلاج اعلى من 95%. لو نفس الحاله دي جت لنا بعدها بسنه او سنتين النسبه دي بتقل. فاحنا اللي يهمنا عشان احنا نقدر نأدي اداء احسن ان احنا عايزين ننشر الوعي ده. فاحنا عندنا كذا قسم هنا في المستشفى شغلتهم هي قصه الكشف المبكر. نشجع الناس، عايزين نطلع الاعلام يساعدنا ان احنا ننشر الثقافه دي عن طريق برامج زي ما حضرتك، عن طريق ان احنا ساعات بنعمل اعلان ان في التلفزيون او في حاجات السوشيال ميديا ازاي الست حتى تبقى تعمل كشف ذاتي لنفسها، الفحص ده مهم جدا، ان ده لو قدرنا ننشر الوعي دوت. هو بره مصر معظم الستات بيبقى عندهم كشف دوري لان هم بيبقى عندهم تامين صحي، عندهم مش عارف ايه، هنا مفيش الكلام دوت. فبالتالي هي ما بتجيش غير لما تحس ان هي تعبانه قوي، مش تعبانه بس تعبانه قوي، فده بيبقى متاخر. احنا اللي يهمنا ان من بدري يبقى في ثقافه من الستات بعد سن ال 40 يعملوا كشف دوري، وفي نفس الوقت اي واحده حاسه باي اعراض لا تيجي تسال وتيجي تستشير، واحنا ان شاء الله نقدر نساعدها. ده الهدف الاساسي من اللي تقولي لي محتاجين ايش تكمله. الحاجه الثانيه طبعا احنا بما ان احنا بنتكلم بالمجان معناه ان احنا بنعتمد على المجتمع، بنعتمد على رجال الاعمال، بنعتمد على المؤسسات الدوله ان هي تدينا سبورت، وان هم يعني مثلا وزاره الصحه زي ما كنا بنتكلم النهارده الهلال الاحمر يجي يعمل معانا بروتوكول تعاون يساعدنا في حاجه من زي ما قلنا مثلا الدعم النفسي، ده الهلال الاحمر عمل معانا بروتوكول هكذا. يعني محتاجين الجزء دوت اللي عنده حاجه يقدر يساعدنا بيها من ناحيه فنيه، احنا عايزين المساعده دي. الناحيه الثانيه ترميه الموارد بقى اللي هي الفلوس. احنا النهارده بنقول والله احنا عندنا مثلا اجهزه، بنشتري اجهزه، ممكن حد يجي يشتري جهاز ويبقى الجهاز دوت هو المتكفل بيه. عندنا اشترينا ارض، قطعه ارض قدام المستشفى هنا عندنا على طول عشان نتوسع، فمحتاجين نبني مبنى جديد متكامل
ونعمل فيه غرف عمليات ونعمل فيه غرف اقامه وكذا. محتاجين حد يساعدنا في المبنى الجديد، محتاجين ان في ناس بيجي يقول انا عايز ابقى متكفل بعدد معين من المريضات، فاحنا بنقول والله ادي المريضات اللي عندنا. ممكن شكل التبرع او دعم المستشفى باشكال مختلفه على حسب اللي يناسبه. كل واحد يناسبه. في واحد من الناس بيقول لك والله انا عايز مثلا عايز ادفع فلوس زكاه ويحدد بيحطنا في يعني ان احنا مسؤولين عن كده، لازم نخرج الفلوس دي في المصارف الشرعيه للزكاه، فبنعمل كده. حتى يقول لا انا عايز صدقه جاريه على روح مثلا مش عارف مين، فاحنا بنقدر نستقبل كل التبرعات. وطبعا الشركات الكبيره اللي ليهم بيسموها CSR اللي هي المسؤوليه الاجتماعيه، الشركات دي احنا بنرحب بيها ان تيجي وتبقى زي ما هو هيستفيد ان هو بيدعمنا، لانه احنا هيبان ان هو بيدي تاني للمجتمع اللي بياخد منه. هو بيبيع منتج ولما يحط اسمنا او اللوجو بتاعنا جنب اللوجو بتاعه، المجتمع نفسه بيعرف ان هو خد منه لما اشترى، لكن رجع له تاني ان هو ساهم معانا في المستشفى لدعم المستشفى. ده اللي احنا يعني الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها حاليا، اللي هو الوعي والكاش مبكر، التعاون اجهزه الدوله ومستشفيات الدوله معانا، وطبعا تنميه الموارد الماليه. انتوا عاملين حاجه اسمها قالوا عن بهيه، لو انت بقى يا باشمهندس حازم بتتكلم عن بهيه تقول ايه؟ يعني انت شخصيا. انا شخصيا اقول لك ان بهيه بالنسبه لي انا شخصيا هي النور او الامل او الحاجه المضيئه في حياتي. يعني انا طبعا انا في بهيه متطوع، يعني انا ما بشتغلش في بهيه وما بكسبش اي حاجه من بهيه، غير ان انا بحاول بقدر الامكان ان انا ادي وقت او مجهود ان احنا ندير المكان دوت. انا بشتغل اصلا مهندس بترول في وسط المشاكل وفي وسط. تقدر تعمل حاجتين؟ ربنا بقى هو بيوفق الحمد لله. بنحاول ان احنا الجزء الاولاني من اليوم يبقى في الشغل والجزء الثاني في بهيه، والويك اند طبعا في بهيه. فهي دي الحاجه الواحد بيبقى مستني الويك اند. عاده الواحد مستني الويك اند عشان ينزل يخرج ولا يروح الساحل ولا يروح مش عارف ايه ولا يروح النادي. لا انا ببقى مستني عشان بعمل حاجه بقى اللي بتكمل خليني اكمل للاسبوع اللي بعده اللي هو شغل. لما بحس الناس باجي هنا زي مثلا لما نلف مع حضرتك النهارده واشوف المريضات واشوف الناس اتعالجت واشوف الناس بيقولوا تعليقات كده احنا جينا وتعاملنا معامله محترمه والناس كلها بتقابلنا بابتسامه والمكان جميل. انا ده بالنسبه لي ما يعني هو ده الحاجه، خصوصا في ظروف مصر الحاليه ان الواحد بيسمع كل يوم عن مشاكل والناس بتشكك ده مصر في النازل ده مصر لا هي مصر كبيره جدا ومصر فيها حاجات كتير جدا زي بهيه دي. ممكن يكون فيها 10 او 20 او 100 حاجه زيها بس احنا ما نعرفش عنهم. بس هو كل مجموعه ناس بيحطوا ايدهم في ايد بعض وبيحاولوا ان هم يعملوا حاجه زي دي باخلاص، انا متاكد ان ربنا بيوفقهم. وان زي ما حكيتي كده الناس كلها بقى بتبدا تتكاتف انه يحسوا ايه ده طالما الموضوع دوت كده كل الناس بتساعد وكل حد بيبقى عايز يبقى سفير لبهيه، سواء حتى من الحكومه سواء حتى من الفنانين الرياضيين حتى الرجاله. يعني هنا في بهيه كنا متخيلين اللي هيشيل المكان ستات، برضو طبعا هم نسبه 75% 80% ستات، لكن في 20% جم فرق كامله لعيبه. هي بهيه يعني تفضل وتكمل وربنا يبارك فيها باهل البلد دي اللي زي حضرتك واللي زي القائمين على المستشفى دي باهلها اللي لسه عندهم ضمير وعندهم احساس بغيرهم، وهو ده الموضوع. انا بشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا باشمهندس حسن الجيسي عضو مجلس اداره. بشكرك، اتمنى ان انت تبقي سفيره البهيه. احنا شرف لينا حقيقي في البرنامج وفي مع جيرانك ومع عيلتك ومع الناس اللي بتقابليهم دايما تتكلمي عن بهيه، ويا ريت يعني الدعوه مفتوحه لكل الناس. تعالوا زورونا وشوفوا بنفسكم. وانا متاكد ان الناس لازم تيجي تشوف بعينها حقيقي. يعني الكلام غير لما تشوف وتحس وتشوف الناس اللي قاعده العيانين، بس بتشوفهم وهم مش مرهقين ومش بيزعقوا ومش بيصوتوا ومش بيدوروا على طابور يقفوا فيه، لكن قاعدين باحترام وبشياكه وببساطه في مكان نظيف وراقي مستنيين دورهم. ودي حاجة تحسب لكم بجد. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس. شكرا. دكتور أحمد حسن رئيس قسم الأورام ورئيس المجلس الطبي، يعني إحنا بنعرف إنه في مجلس إدارة. لكن في بهية في مجلس طبي كمان. صحيح. ده عبارة عن إيه دكتور؟
مجلس طبي هو في ريبريزنتيف او ممثل من كل الاقسام رئيس كل قسم، بنقعد بنبص اكتر. مجلس اداره معني اكتر بالاداره وبالفلوس وبالسياسه بتاعه المستشفى. المجلس الطبي معني اكتر بالخدمات الطبيه بتاعه المستشفى، وطبعا الجهتين بيكملوا بعض طبعا، بالظبط بيكلموا مع بعض وبيجتمعوا مع بعض، ولكن الغرض ان احنا نقعد كلنا مع بعض، في المشكله في دروب في الناحيه دي، في مشكله في الناحيه دي، طب احنا عايزين مجلس الاداره يوفر كذا. فهو دول الحوار اللي بنعمله مره في الشهر عاده في اخر الشهر. طيب احنا هنلف في بهيه دور دور، هي ست ادوار صح كده؟ مظبوط. ده الدور الثالث، والدور الثالث ده حضرتك قلت لي انه ده فيه وحده الطب النووي والمسح الذري. المسح الذري دون بنعمله اكتر في السيدات اللي احنا بنبقى عايزين نتاكد ان مفيش انتشار للورم في العظم، فبيتحقنوا بماده مشعه. الماده المشعه دي بتتوجه بس للعظم، بناخد صوره للجسم كله هنا على الجهاز ده، دون اللي ورانا دون لو ممكن نشوفه اكتر. يعني هي المريضه بيبقى بالفعل عندها مصابه بالورم السرطاني، وعايزين تتاكدوا انه الورم ما وصلش للعظم، فبتتحقن بماده اشعاعيه وتنام على السرير ده يا دكتور وتبتدوا تفحصوا العظم. بالظبط، بيجي الماده دي ماده بتتوجه للعظم بالذات، وبيجي الكاميرا بتقوم مصوراها، بيجي الدكتور الاشعه بيجي بيبص على الاشعه يقول اه والله في النقطه دي خدت ماده مشعه بكثافه عاليه، النقطة دي شكلها كده، ده انتشار الورم. وده منتشر يا دكتور؟ يعني ده بيحصل كتير ولا نادرا ما يحصل؟ للأسف يعني نقدر نقول حوالي واحدة من كل خمسة أو ست ستات بيكون عندها انتشار في الورم. ده نتيجة إن هي تأخرت؟ تأخرت. وده بقى اللي عملوا له العلاج الموجه ولا العلاج الموجه ده حاجة تانية؟ العلاج الموجه بيتاخد في الحالات المبكرة والحالات المتأخرة في الحالتين. بس ده يعني يقلل انتشار الورم او وصوله للعظم ولا ملوش علاقه؟ ما بيتاخد في الحالات المبكره بيقلل نسب ارتجاع الاورام، لكن ما بيتاخد في الحالات المتاخره اللي هو اوريدي خلاص انتشر، بيبقى الغرض منه ان احنا بنتمكن من الورم، بس ان احنا بنثبت الورم عند المرحله اللي هو فيها بحيث ان هو ما يزيدش وما ينتشرش لمكان. انت عارف في ثقافه كده منتشره يقول لك ايه، اي حاجه فيها اشعاع او اشعه او كده يقول لك ده خطر وقلق. الست اللي الورم ما وصلش عندها للعظم ودخلت عمل ده، عملت الجهاز ده وفحص بيه واتحقنت بالماده الاشعاعيه، ده ما ياثرش عليها في اي حاجه ثانيه؟ اللي بيتاخد عشان نعمل الاشعه بيبقى جرعه صغيره خالص. ما بيبقاش ضار على السيده، ولكن بيبقى ممكن ضار على الحوامل طبعا، او لو واحده عندها اطفال صغيرين. فاحنا اي واحده بنسالها طبعا نتاكد ان هي مش حامل. ولو هي عندها اطفال صغيرين بنقول لها لا، اول كام يوم ما ينفعش ان انت تحطي اطفال على حجرك فتره طويله، ما ينفعش ترضعي، في بريكوشنز معينه، ولكن ما فيش خطوره من الجرعه الصغيره دي على المريضه او على المحيطين بيها. هي بتنام هنا يا دكتور؟ المريضه والجزء ده بيتحرك بيخش جوه. دي اللي بنسميها الجاما ديتكتور، دي اللي بتلقط اشعه الجاما، الجاما ريز، وبتاخد الصوره، والصوره دي بتنقل على السيستم هنا، من السيستم هنا الدكتور بيشوفها بيكتب على التقرير على الكمبيوترز هنا، بيكتب التقرير ويقول لا دي كلير او لا دي في انتشار الاورام. طيب تمام. الجهاز ده اكيد غالي جدا. مش فاكر بكام صراحه، هو سيمنز كمان. سيمنز كمان. ببساطه خالص كده لما تيجي مريضه بشكوى نبقى عايزين نجاوب على سؤالين. هي عندها كانسر؟ السؤال الثاني انتشر ولا لا؟ ايه مرحلتها؟ عندها كانسر دي بنعرفها منين؟ ناخد عينه نبعتها للمعمل، المعمل ده يبص. ناخد عينه على طول يا دكتور؟ بالكشف الطبي طبعا الاول. يعني الاول الفحص بالايد كده. دكتور بالايد دي يقدر الدكتور يعرف في علامات بتبقى تقلي هنا. يعني لو في بيقول لك ايه؟ لقيت كلكيعه صغيره. دي تقدر تعرف يا دكتور بالكشف كده هي حاجه خطر او لا؟ اقدر احس ان دي خطر ولا لا، بس عمري ما اقدر ان انا اكد ان دي كانسر ولا لا غير بالتحليل. لانه في سيدات كتير او في بنات كتير يقول لك لا هو خد منك عينه، يعني تحس ان الناس خلاص كونت ثقافه تجاه فكره اني اروح اكشف على اذا كان عندي مشكله في الثدي ولا لا، بيقول لك لا المفروض ما كانش خد منك عينه، ده كده يعمل انتشار للورم. اقول لحضرتك على حاجه، انا اشتغلت بره 9 سنين،
في، انت قلت لي كنت عايش في انجلترا في بريطانيا. انا ما سمعتش الكلام ده ولا مره. هي دي من في حاجات هنا عندنا معتقدات شائعه بالزبط. انا مش عارف مصدرها منين، ولكن العينه دي حاجه ضروريه جدا في التشخيص، ومش بتؤدي لانتشار الورم، ومش بتزود الورم شراسه. وعمر ما الدكتور هيطلب حاجه من الورم من المريض تكون متاذيه. يعني انت تجيلك حالات تفحص، لو لقيت حاجه انت مولية تاخد عينه عادي لازم. جدا لازم. سواء حميد او خبيث، ده ما يعملش مشكله. اخذ العينه ده ما يعملش مشكله. عظيم. بناخد العينه عشان نجاوب على السؤال الاولاني، في ولا مفيش في سرطان؟ طلع في سرطان، وعايزين نعرف هو انتشر مدى انتشاره. ده الجزء اللي بيجاوب لنا على السؤال الثاني. الجزء ده جزء الاشعه والاكس راي والرنين والمقطعيه والمسح الذري. نشوف انتشر في الرئه، انتشر في الكبد، انتشر في العظم زي ما كنا دلوقتي بنصور مع الجهاز بتاع المسح الذري. هنا بقى دكتور، ده هنا ده الجزء بتاع الاكتشاف المبكر. ده الناس ما عندهاش حاجه خالص، السيدات ما عندهمش حاجه خالص، ولكن هم عايزين يجوا يطمنوا ان مفيش حاجه. دي نسبه كبيره. احنا الكالتشر دي مش موجوده قوي في مصر طبعا. احنا بنحاول ان احنا نزود الوعي بيها. ابتدى الحقيقه في كام سنه اللي فاتت، ابتدى في ناس كبيره ابتدت تيجي عايزه تطمن، ابتدت تقرا على الانترنت، ابتدت انها تسمع في التلفزيون، ابتدوا ان هم يشوفوا قرايبهم جالهم فهم خافوا. فطبعا الاعلام ليه دور مهم خالص ان هو يزود الوعي. فبيجوا هم يطمنوا، احنا عايزين نعمل ماموجرام. في الحاله دي انت بنفسك بتفحص؟ لا في الحاله دي انت الماموجرام دي واحده طبيعيه خالص. عايزه انها تيجي تطمن على نفسها. كلهم بيخشوا الماموجرام؟ يعني الماموجرام انا هقول لك على المعلومه اللي انا عرفتها، انه اي واحده تحت سن ال 40 الماموجرام يبقى خطر عليها، او لا يفضل ان هي تفحص بالماموجرام. صحيح. هو مش بيبقى احسن اداء ان احنا نكتشف كشف مبكر تحت سن ال 40. ليه بقى يا دكتور؟ عشان كثافه الثدي بتبقى عاليه تحت سن. كل ما البنت صغرت او السيده صغرت، احنا علشان نشوف الورم لازم نشوفه. الورم بيبقى بين كجزئيه بيضه في على خلفيه سوداء. لما كثافه الثدي بتبقى عاليه في السن الصغير يبقى الابيض كتير، فبنعرفش ان احنا نشوف الورم بوضوح قوي. ففي تولز ثانيه زي السونار وزي الرنين ممكن ان احنا نعملهم في الحالات دي. يعني الماموجرام ما بتفضلوهوش لانه مش هيوضح لو في ورم، لكن مش لانه بعد شر ممكن يسبب ورم. كتره في السن الصغير برضه مش كويس قوي. صحيح. زي ما انت بتقولي صحيح، كتره في السن الصغير ما هوش مفضل. بس خلينا نقول نقطه ثانيه، احنا تحت ال 40 سنه ما بنحتاجش في معظم الاحوال ان احنا نعمل اشعه. يعني سرطان الثدي بيجي اكتر من بدءا من سن 40 سنه. طب مين اللي نخاف عليه ان هو يجي تحت سن 40 سنه؟ اللي عندهم بقى تاريخ مرض. الوالده او الخاله او العمه او ايا كان في الاسره اصيبوا بالسرطان. دول بنقول لهم تعالوا السن المبكره بقى علشان انتوا احتمالات اكتر. طب خلينا نخش هنا يا دكتور. ده جزء الكشف المبكر اللي هو فيه الالترا ساوند والماموجرام. انا عايز اشوف الماموجرام ده شكله ايه. هو الماموجرام هنا. الماموجرام ده احنا الثدي بيدخل وبيتقفل عليه وبناخد صوره. في بعض الناس بتحس ان هو مش مريح، ان هو ضاغط قوي على الفتح. ضاغط قوي وكده، ولكن هي العمليه كلها ما بتاخدش اكتر من دقايق. فده الجهاز. ده سمبل اكس راي. ده اكس راي. قول لي ايه اللي بيحصل هنا يا دكتور؟ يعني الثدي حضرتك بتقول ان الجهاز ده بيقفل على الثدي جامد قوي، يعني الست بتبقى واقفه كده؟ لو طبعا الست بنشرح لها ايه اللي هيحصل. بتلبس جاون. تدخل هنا في الروم تبقى قلع هدومها خالص، وتبقى لابسه اللي هو اللي بنلبسه لما داخلين اوضه العمليات. بالظبط كده. عظيم. تدخل السيده طبعا لو واحده طويله بنرفع الجهاز، واحده قصيره بننزل الجهاز. الثدي بيدخل في هذه المنطقه. المنطقه دي بالظبط. وبيتقفل عليه بده. الجزء ده بيقفل عليه بالظبط. ما بيبقاش بينفل ومش مؤلم، بس بيبقى مش مريح قوي يعني في طبعا. بعض الستات. وبيتم اخذ الصوره الاكس راي، بتنزل من من الهيد ديا، وتدخل على الديتكتور ده. الديتكتور ده بيقوم واخد الصوره، الجماعه هنا بيقوموا ناقلينها على السيستم. وبرده السيستم بيقعد عليه دكتور. الدكتور بيبص على الاشعه بتاعته دي، بيديها سكور. السكور دون من 0 لغايه 6. بيتضرب 0 دون هو التقرير مش كامل، 1 ده بناين حميد خالص، 2 ده في حاجه ولكن ال 1 ده نورمال، 2 دون في حاجه حميده مش قلقانين منها خالص، 3 شويه، 4 لا
حاجه مقلقه خمسه، لا ده مقلقه اكتر شكلها خمسه سته، ده دفنت الكانسر. فهي بتتدارى كده من 1 تو 6. الدكتور الاشعه بيبص لو لقى ان هي 3 4 5 بيجي على طول يقوم بعيدها للاطباء. يعني من اول ثلاثه نقلق، 3 4 5 6 ده القلق، لكن الدرجه الاولى والثانيه دي غير مقلقه. انت الحمد لله انت ما ايه ما عندكيش حاجه خالص، ايه ما عندك شويه تليفات مثلا، تليفات بالظبط، حاجات كده بسيطه خالص. وده برضو بتعالجوها هنا يا دكتور الحاجات دي؟ لا الحاجات الحميده لا الحقيقه، احنا كنا في الاول بنعالج الحاجات الحميده دي، وبعدين لقينا ان هي مستنزفه من الوقت من المجهود الدكاتره ومن العيادات، واحنا اولى ان احنا من الحاجات الاقصى شويه. انا بس يعني لان الست دي بطله. استني انا اجيلك. اسمك ايه؟ سماح. سماح انت بقالك كام سنه يعني في الشغلانه دي؟ لا في الشغلانه دي بقالي 12 سنه ما شاء الله. وفي بهية من اول ما ابتدت؟ من اول من قبل الجهاز ما يجي. من قبل الجهاز ما يجي. انت بتفضلي واقفه هنا كده ورا الازاز ده كده؟ والست اللي بتعمل الفحص واقفه هنا وانا بدوس الاون من هنا، وده يحميكي تمام وزي الفل مطمنه. يعني الست اللي بتيجي تعمل الماموجرام دي بتحسي بيها عامله ازاي؟ لا بتبقى جايه قلقانه جدا، قلقانه يعني لان كلهم جايين خايفين ان يطلع عندهم حاجه. انت عملتي فحص؟ لا طبعا. ليه؟ لا وطبعا. لا يعني زي كل الستات مش عايزه ادخل نفسي في اي حاجه سايباها كده. مع انك انت المفروض تبقي حابه تطمني وتقولي للستات اللي حواليكي والجيران والقرايب. لا ما انا بقول لكل اللي حواليا. وانت خايفه؟ لا انا لا فعلا. والدكاتره ما عارفين مش يقنعوا تعملي الكشف؟ لا انا كمان لسه سني ما جاش. بس عملتي الفحص مثلا العادي؟ لا ولا الفحص الزيتي ولا سونار ولا اي حاجه. اما اجيب السن ابقى افكر. ربنا يحفظك ويسلمك. فاللي بيجوا هنا اعمارهم يعني ما بين ايه وايه؟ لا هنا كل الاعمار. كل الاعمار؟ كل الاعمار. في بنات صغيره بيجوا يعملوا ماموجرام؟ بس لما بيكون في حاجه، ما بيكون في حاجه يعني عندها حاجه وكمان في حد في العيله فدي بتعمل ميمو، لكن غير كده مش بتعمل. انت بيبان عندك الدرجات اللي قال عليها الدكتور احمد؟ انا اول ما بصور اول ما بصور الحاله وبيكون في حاجه بعرفها على طول. طب لو لقيتي الرقم خمسه او سته؟ لا انا مش بلاقي الرقم، انا بلاقي الشكل. بتعرفي؟ بتقولي لكن لكن خمسه سته درجات دي عند الدكاتره، لكن انا بعرف ان الحاله دي مصابه او لا. لو عرفتي ان هي مصابه بتعملي ايه؟ بتقولي لها على طول؟ لا ما بقولهاش، يعني لما بتسالني انت شايفه ايه؟ لا طب حضرتك استريحي لسه ليكي سونار والدكاتره ان شاء الله هيطمنوكي. التوتر بيبان عليكي ولا بتحاولي تمسكي نفسك؟ لا بحاول امسك نفسي لان هي بتبقى جايه متوتره. وخصوصا اللي بتبقى شاكه ان في حاجه. انا بقى عايزه اللي شغالين في بهية هم اللي يقولوا عن بهية. انت تقولي ايه عن بهية؟ في كلمه او كلمتين؟ كلمه كلمتين يعني لا ما يعني مش هعرف اوصفها لان هي ما تتوصفش. ما فيش اي كلام يعني هيكفي بهية واللي بيعملوه موظفين بهية بدكاتره بفنيين بتمريض بنيرس كل الناس. بشكرك. انا دخلين دلوقتي فاكره لما اتكلمنا على في سؤالين هما الكريتيكال في المانجمنت في ولا مفيش ودرجه انتشاره او درجه توحشه. مين بياكد لنا بقى في ولا مفيش؟ ديفينتلي 100% هنا المعمل. هنا المعمل العينه اللي بياخدوها في الاشعه احنا عملنا ماموجرام طلع في حاجه السكور بتاعها 3 4 5 6 نبتدي ناخد عينه. خدنا من عينه بعتناها لاطباء المعمل. دكاتره المعمل بيقعدوا على الميكروسكوب يبصوا على الخلايا يصبغوها بطريقه معينه ويشوفوا دي كانسر ولا لا. تحب نخش المعمل ولا تحب نروح فين؟ يلا. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يديك الصحه. اهلا بيك يا دكتوره. ايه بقى قولي لي يا دكتور ايه اللي بيحصل هنا؟ حضرتك ده صوتي طبعا. ليه سلامتك؟ سلامتك يا حبيبتي. الله يخليك. اوكي حضرتك ده معمل الباثولوجي. البيشنت او العيان اول ما بيجي المستشفى هنا طبعا بياخدوا منه عينه بالابره كده عشان نعرف هل في ورم والورم ده نوع حميد خبيث او ما فيش اورام اصلا. فاحنا اللي بنشخص دي البدايه ان الجراح يكمل بعد كده.
اول ستيب اللي هو بياخد البيوبسي على حسب ما بقول له النتيجه يبتدي يشتغل بقى يشيل الثدي ولا لا. العينه دي ما فيش اي متطلبات؟ يعني مثلا يقول لك ايه لو حد يعمل تحليل سكر مش عارفه لازم يبقى صايم؟ لا لازم يبقى فاطر. العينه دي بتتاخد من الست ايا ما كانت حالتها؟ لا طبعا هو المفروض الحاجات دي بقى طبعا البريكوشن دي لازم تتاخد طبعا، يعني مش تجهيزات زي هي مش ميجر اوبريشن طبعا، بتاخد في وحده الاشعه تحت الاشعه كده السونار بيتاخد عبر هي اسمها ابره وغزيه بالابره كده يعني. بس طبعا لو هي سكر لو هي ضغط الحاجات دي بنبقى عاملين حسابها بقى، يا اما هي بتقول او هي اوريدي وانس ان هي دخلت المستشفى هنا بنعمل تحاليل برضه مبدئيا يعني. يعني انتوا بتعملوا تحاليل يا دكتور لاي واحده جت المستشفى؟ لا لو في خوف زي ما الدكتور قال في خوف على حاجه معينه اه بنعمل لها تحاليل، لكن مش بنعمل تحاليل برضه دي بالمجان. برضه التحاليل كله بالمجان كله مريض ما بيدفعش ولا حتى اي قسم هتخش فيه هنا المستشفى سواء علاج اشعاعي او كيميائي او هنا عندنا الباثولوجي او عمليه فهو توتالي فري. انا عايزه اقول لحضرتك ما فيش ثمن تذكره حتى يعني. من ساعة ما بقيتي موجودة في تيم مستشفى بهية بتقولي للناس على أهمية ان هم يجوا؟ صدقيني الناس مالي قبل موضوع بهية ده كان كله متجه للمعهد الأورام عندنا، انا عضو هيئة التدريس في معهد الأورام او مستشفى الأطفال. صدقيني اي حد ريليتيف ليا او اعرفه جاري او كده يا جماعة لا بهية، لان كل خدماتها توتالي فري ومحتاجين دعمكم لازم عشان نكمل. ما انا ما ينفعش اشخص ووقف البيشن اقول لها مش قادره اديك علاج كيماوي او هرموني ان ما فيش مش قادرين نكفل، لان طبعا زي ما انت حضرتك شايفه الفلو رهيب، فلازم المقابل دعم مادي تبرعات اي جهه حكوميه اي مؤسسات. احنا في رمضان للامانه يعني جالنا تبرعات من حتت عن طريق العاملين هنا الموظفين والدكاتره وكده، اي حد ريليتيف ليه شغال في مكان يا جماعه لو ناويين تطلعوا حاجه في رمضان بليز هنا محتاج. بشكرك يا دكتور. ربنا يخليكي. انا ما اعرفش اسم حضرتك. دكتوره منى عليه صقر استاذ باثولوجي معهد الاورام، وانتسب لبهيه ويشرفني كده، ويا رب ان احنا نقدم خدمه احسن من كده بكتير. يا رب ربنا يقدرك. بركه في دعم الناس طبعا يعني وبجهود العاملين في المستشفى. بشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا. هنروح فين يا دكتور؟ عندنا العلاج الطبيعي بقى. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ عرفينا بيكي. دكتوره مارينا ممدوح. اهلا بيكي يا دكتور. اخصائي علاج طبيعي. تمام اوكي. بقالي قد ايه بهي؟ بقالي حوالي كده 6 شهور. اوكي تمام. ونورتونا وانبسطنا بيكي. بشكرك يا دكتور. اوكي. قولي لي ايه اللي بيحصل هنا؟ تمام. انا حاسه ان انا في جيم. لا 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 خلاص تمام. هو هنا العلاج الطبيعي فيه دور مهم جدا. اوكي. عقب عمليه ريموف للبريست عشان البريست كانسر او ازاله الثدي ده في حاله الاستئصال الجزئي ولا الاستئصال الكامل بنحتاج علاج طبيعي؟ سواء كده او كده يعني، سواء كده او كده المريضه بتحتاج علاج طبيعي، بالذات اللي عامله جراحه تحت التنظيف تحت الابط. انتوا في بعض الاحيان بيتم التنظيف عشان ما يحصلش انتشار زي ما حضرتك فهمتني. ليه؟ لان انا بعد ما بيحصل اللي هو استئصال ثدي بيحصل عندي مشكلتين كبار جدا. اول حاجه المريضه بتبقى متعرضه ان الايد بيحصل لها سويلنج او تورم جامد جدا تمام، نتيجه لعدم سير الدوره الدمويه بشكل سليم. تاني حاجه بتحصل عندي مشكله شويه في الرينج اوف موشن او في الحركه بتاعه الكتف بتاع المريضه طبعا في نفس مكان العمليه. خلاص تمام. فانا هنا بقوم بدورين مهمين جدا. احنا طبعا هنا بنستخدم احدث الاساليب عندنا في مستشفى البهية الحمد لله. اول جهاز الدرينج تمام. لو ممكن يلا تعالي نشوف. ده جهاز حضرتك الدرينج تمام. ده بنركبه بشكل على البيشنت تمام. لو حضرتك ممكن يعني ده هو اللي بيركب على الدراع. على الدراع بندخله كده هنا في دراع حضرتك تمام وبنقفل تمام. ده اولا دي عشان يعمل لي ريموفينج او رايت ريموفينج يعني سير مظبوط جدا للسيركيوليشن. انا هنا هو ايه سبب السويلنج او التورم؟ ان الدوره الدمويه مشيت بشكل خاطئ في الايد المنطقه دي فالدرينج هنا بيرجع تاني الدوره الدمويه تمشي بالشكل الصحيح. خلاص عظيم. فبالتالي طبعا بنقلل التورم بشكل صحيح. خلاص تمام. تاني حاجه الجهاز التاني بنستخدمه اللي هو جهاز الالتراسونيك خلاص. ده عشان الالتهاب خلاص، لان انا المشكله هنا عندي في رفعه الايد بيبقى فيها التهاب
خلاص. فهي بقى المريضه بقى عندها مشكله كبيره جدا في الحركه بتاع الايد. فده اول حاجه بيعمل لي ريليف للبين او ازاله الالم. والستات بتهتم يا دكتوره ان هي تعمل موضوع العلاج الطبيعي؟ لازم كله بقى بيهتم. ليه؟ لان المرضى حسوا فعلا ان في نتيجه كبيره جدا احنا حققتها. ونشكر ربنا في مستشفى بهيه وصلنا ل 70% تقريبا 70% تمام من الحالات بتتحسن بشكل سليم. احنا دلوقتي نازلين من التالت على التاني. على التاني، التاني بقى فيه ايه؟ انا شايفه هنا في مريضات اكتر يعني. التاني عيادات الاورام للعلاج الكيماوي. ولكن عندنا برضه بنعمل حاجه مهمه خالص. اللي هو تخصصك بقى يا دكتور؟ اللي هو تخصصي صميم تخصصي. لكن بنعمل حاجه مهمه جدا خالص اللي هي الدعم المعنوي. ده مهم قوي. في دعم معنوي ونفسي. دعم معنوي وفي استاذ بيجوا بعد ما بيخلصوا علاج بيجوا، او الدعم المعنوي ده بيبقى اثناء العلاج وبعده؟ من قبل العلاج كمان. كمان يعني من اول ما تعرف انها مصابه تتصدم ان هي عندها مرض دول، ان احنا احتمال نستوصل الثدي، ان هي تاخد علاج كيماوي وتاخد علاج اشعاعي، دي تبقى صدمه طبعا. فبنبتدي ان احنا نحاول نأهلها نفسيا. السلام عليكم. فعلا؟ ايوه. ازيك؟ اهلا بيكي. ايفان؟ يس ايفان. إيه الأخبار؟ يعني اخبار ساره بجد؟ ده معنى اسمي. يا ريت. ودايما بقول ان شاء الله اعيش اسم على مسمى. يا رب ان شاء الله ربنا يديكي دايما الصحه والعمر. تعملي ايه هنا؟ انا كنت بقدم محاضره عن الدعم النفسي لمرضى السرطان وازاي ينفع نعيش ونشوف الحياه بشكل جميل. ازاي بقى؟ ينفع جدا اعرف انا جوايا ايه، انا متكونه من ايه. فانا روح ونفس وجسد. النفس دي هي المحور بتاع الانسان اللي فيه فكر واراده ومشاعر. اللي هدخله في فكري هو ده اللي هعيشه بارادتي وهيحدد مشاعري. فانا لو عندي افكار سلبيه انا هموت، انا الحياه تخلص، انا ماليش قيمه، انا ولا حاجه. كل ما املى فكري بافكار سلبيه كل ما ارادتي تبقى ضعيفه جدا جدا، كل ما مشاعري تخني وانهار. في استجابه اللي انت بتقوليه ده؟ في استجابه. النهارده كان عندي محاضره جميله جدا مع الناس، وهم هيكونوا كل واحده بتقول تاثير المحاضره دي كان ايه. كلهم تعرضوا لعلاج كيماوي او استاثروا بالسادي او كلهم مرضى البريست كانسر، لكن عندهم فكر جميل وابتدوا يقولوا للافكار السلبيه انت مالكيش مكان جوانا. احنا مش هنقبل ذهننا مش لمكان. ده يأثر على استقبالهم للعلاج وحالتهم فعلا الطبيه او الصحيه تتطور. الحاله النفسيه ليها تاثير غير عادي على جهاز المناعه. ده حقيقي يا دكتور احمد؟ طبعا. لا، وغير الحاله النفسيه غير تاثير على المناعه كمان ليها تاثير على ان المريضه تكمل رحله العلاج. المريضه لو دخلت في حاله اكتئاب او حاله صدمه هي مش هتكمل معانا العلاج. وساعات للاسف ساعات الرحله تبقى طويله. احنا بنبقى عايزين برضو حد. الرحله تقريبا قد ايه؟ الرحله المتوسط الرحله رحله العلاج المتوسط بتبقى شهور، يعني من 4 ل6 شهور في الحالات المبكره. ده في المبكره؟ في الحالات المبكره. والحالات الصعبه؟ الحالات اللي طبعا اللي تبقى جايه متاخره شويه بيفضل العلاج على طول مستمر باستمرار، يعني وش توقف ما توقفش كلام. لا، لو هي الورم منتشر فبنفضل مكملين العلاج لفتره طويله. منتشر في الثدي؟ يعني ولا منتشر في الجسم؟ احنا عندنا الخدمة دي بتعود. ازيك؟ عاملة ايه؟ ايه الأخبار؟ تمام. اسمك ايه؟ دعاء. قولي لي ايه الموضوع؟ في ايه بالظبط؟ عندك ايه؟ ما فيش، كان عندي ورم صغنطوط واتشال واضطريت انا او مش اضطريت يعني تكملت العلاج بتاعي كان الكيماوي، بعد كده علاج هرموني، وبعد كده علاج اشعاعي. فباخد خلصت الكيماوي لسه مخلصاه وبدات في مرحله ان شاء الله عليك زي القمر ومفيش اي مشكله. ربنا يخليكي يا رب، انت عينيكي حلوه. لا حقيقي بجد. وبس بدات في الهرمون والاشعاع مع بعض. بس بتيجي الدعم النفسي ليه؟ ده يعني اقول لك ايه، بيغير من مودك. وعامه انا عايزه اقول لك حاجه، انت بتخشي بهي هنا مودك كله بيتغير. صحيح. اصلا ده حقيقه يعني. بتلاقي يعني انا ممكن اخش بهي زعلانه، بمجرد ما بتقابل مع الناس ببقى مبسوطه، لغه الحوار واحده. يعني تحسينا كلنا حاسين ببعض.
كلنا مرينا بنفس التجربة. أول ما عرفتي إن أنتي عندك مشكلة وصعب عمل حسيتي بإيه؟ نهارت طبعاً وضايقت. أول حاجة جت في ذهنك إيه؟ جمالك، لا شكلك، خالص، لا الولاد، خالص، لا خالص. باباهم، إحساس بالألم، خفتي من الوجع؟ أنا ما بحبش الإحساس بالألم، لأن أنا إحساس بالألم لو حاجة صغننة قوي تبقى بالنسبة لي كبيرة قوي، بحس بالألم بشكل أكتر يعني من العادي، فكان الإحساس بالألم هو المشكلة الرئيسية بالنسبة لي. وتوجعتي في رحلة العلاج؟ كتير كتير كتير. وإيه اللي كان بيصبرك؟ عايزة أكمل عشان ولادي. سيت اب كاكزامبل للعياده ندخل دي مثلا. دكتوره نهله. يا دكتور مصريين معرفه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتوره نهله؟ اخبارك ايه؟ بقالك قد ايه في بهيه؟ سنه. ده من اول ما اتولدت يعني؟ لا، من بعدها بشويه. بعدها بشويه. دكتورة نهلة، قولي لي بقى بتعملي ايه بالظبط مع العيانة او المريضة؟ لا انا خليني كده على الوقف. انا اخصائي طب اورام، احنا بنفولو اب العيانين من بعد ما بناخد فيهم الديسيجن بتاع الكيموثيرابي. يعني هنا الدكتورة نهلة بتعرف شكل الورم ده عامل ايه، نوعه عامل ازاي، موجود في انهي حتة بالظبط في الثدي؟ تمام. حال الست المصرية عامل ازاي؟ من ناحيه شكل الورم، توحشه او لا، يعني لو انت خدنا عينه من عندك كده تقول لنا ايه؟ هو احنا مشكلتنا في السيدات المصريات ان للاسف في كتير منهم ما بيعملش الفحص المبكر او اللي هو المفروض يعني الروتين، فده اللي بيخليهم لما بيجوا لنا بيبقوا اكتر مراحل متقدمه عن دول بره. عشان كده التوعيه بالفحص المبكر مهمه كتير، بتخلي النسب بتاعته تكتشف بدري، بتوفر علينا حاجات كتير قوي. بالظبط، فهتوفر علينا بعد كده العلاج. كل ما كان مبكر كل ما بيبقى مختلف تماما عن المراحل المتقدمه. هنا بقى والدكتوره نهله مع حضرتك الدكتور احمد بتحددوا شكل البروتوكول اللي الست دي تمشي عليه. بالظبط، الديسيجن في الاول بيبقى من خلال الاستشاري، وبعدين الاخصائي بيقعد مع الحاله وبيشرح لها بالتفاصيل البروتوكول ده بيستلزم منها ايه، وهتاخد العلاج ازاي، والاعراض الجانبيه بتاعته تقعد تشرح لها وتدوكيومنت الكلام ده كله. طبعا كل المرضى اللي عندنا لازم بيمضوا على اقرار ان هم على علم بالعلاج وبفوائده وباعراضه. كده احنا رايحين بقى، احنا هنا جهزنا للعلاج الكيماوي. احنا دلوقتي رايحين للعلاج الكيماوي. بالظبط، هنا يتم تجهيز المريضه، شرح العلاج وكيف يتم اعطائه. ليه العلاج الكيماوي قاسي قوي كده؟ هو الدنيا بتتغير، وفعلا العلاج الكيماوي التقليدي اللي بقى له سنين وعقود من الزمن ده ليه مضاعفات مش قليله، ولكن مع تطور الطب وتطور البحث العلمي دلوقتي فيها علاجات مضاعفاتها اقل. في حاجه ثانيه كمان، ان في ادويه دلوقتي ظهرت بتتاخد مع العلاج الكيماوي تقلل اعراض العلاج الكيماوي، فالدنيا ما بقتش زي زمان الى حد كبير. يعني دلوقتي ليه العلاج الكيماوي ما يروحش على الحته المصابه بس؟ هو السؤال اللي حضرتك بتسأليه ده، ان هو سؤال هو ده اللي العالم كله بيدور عليه دلوقتي. هو ده بالظبط، هو ده اللي الشركات الكبيره جدا اللي هيئات البحث العلمي في العالم كله بتبص على النقطه دي، ازاي احنا نتارجت الخليه السرطان من غير ما ناذي، بالظبط، غير ما ناذي مناعه، من غير ما ناذي الجهاز الهضمي، من غير ما ناذي بقيه الجسم كله. كل ما الدواء نجح في التنفيذ ده كل ما كان تقنيته تبقى اعلى وبيبقى اغلى. ودي برضه صعوبة على الهيئات المانحة للعلاج، لأن ده بيبقى بيجي بتكلفة عالية جدا جدا جدا. طبعا. ابتدت الحقيقة في الفترة اللي فاتت بالذات في بداية الألفينات يظهر بقى الجيل الجديد ده، واحدة بواحدة كل يوم بيظهر عندنا دواء جديد. لسه في أكبر مؤتمر لعلاج الأورام. حضرتك بتقول لي كان في كوبنهاجن تقريبا؟ في كوبنهاجن معمول الأسبوع اللي فات، وكان بيعلنوا فيه ميلاد أكتر من ثلاثة أو أربع أدوية جديدة. بروتوكولات جديدة. بتراعي اللي احنا بنتكلم فيه ده. السلام عليكم. اجي هنا اجي في التلفزيون. يا حبيبتي يا حبيبتي، عينيكي هي اللي حلوه. الله يخليكي. بتعملي ايه هنا؟ باخد كيماوي. بتاخدي الجرعه بتاعت الكيماوي؟ باخد الجرعه قبل العمليه.
يا حبيبتي انت لسه تعملي جراحه؟ لسه عامل جراحه. يعني الكيماوي قبل الجراحه دي مش كل اللي عامله، مش كل الحالات، مش كل الحالات، في حالات. انتي خبيره بقى. طب اشرح لنا ليه في حالتك الكيماوي قبل العمليه؟ عايزين يقننوه، لان هو يعني عايزين يقننوه ان هو منتشر في الثدي ومتضخمه، فيقننوه الاول ويخلوه عشان ما ينتشرش، وفي نفس الوقت يرجعوا الثدي لحجمه الطبيعي عشان عمليه الاستئصال تكون طبيعيه وما فيهاش اي ضرر عليا. اول ما عرفتي ان انت مصابه بالمرض ده حسيتي بايه؟ ولا حاجة. أول طبعا بكيت، بعد كده هو قدر الله وقدره، وبعدين الحمد لله من عليا بوجودي في مستشفى زي دي. حقيقة أنا بدعي الله أن يبارك لكل اللي في المستشفى من أول الأمن لغاية أكبر رأس في المستشفى. حقيقي أنا رحت قبل كده مستشفيات كتيرة جدا، مش عشان الموضوع ده، مش هذكر لك اسم المستشفيات، عالية جدا فعلا. هنا التعامل آدمي بمعنى كلمة آدمي، أقسم لك بالله ده على حق. أنا فعلا برتاح نفسيا ما باجي. ما بنتي بتقولي، بقول لك فين، بتقولي يا ماما، قلت لها فعلا ادميين النرسات اللي الامن الدكاتره. يعني دلوقتي كنت عند رئيس القسم بتتكلم كانها الدكتوره امتياز، بتروحي اكبر مستشفى تتكلمي فيها بيكلمك النرسات كانك انت يعني جيتي هنا عرفتي من بهيه ان انت لا. انا رحت للدكتوره بره امراض نساء، قالت لي روحي اعملي اشعه، يعني كشفت وقلت لها في كذا وكذا في الثدي الدكتوره وكده، قالت لي روحي اعملي اشعه. رحت عملت، قال لي لا ما تعمليش اي حاجه. كان في ايه بقى في الثدي؟ كان في بينتفخ كلاكيه ولا لا؟ لا ما كانش في اي حاجه، حجمه بيكبر يعني ابتدى يتغير. فروحت قال لي لا ما تعمليش حاجه، وجابني الدكتور هنا قال لي اعملي اشعه. رحت عملتها في كابيتال سكان اللي في شارع النصر. المهم قالت لي انت لازم، المهم جيت بقى هنا ابتدت عملت دوسيه وابتديت امشي من الاول خالص. عملها لي مره بالصبغه وبعد كده يعني اكتشفتي بره. بس جيت هنا ابتديت العلاج من الاول خالص، ما فيش دعوه بالاشعاعات اللي بره. ربنا يتم شفاكي على خير يا حبيبتي، ربنا يتم شفاكي على خير. مدام صفاء، انت خلصتي الكيماوي؟ خلصت الكيماوي وزي الفل اهو، وبيجي لي عرسان وانا انا فعلا لا انا ام محمد واحمد في الجامعه ما شاء الله. بس ما حدش بيصدق ان انا حلويت كده وحلويت كده وصغرت كده على الكيماوي بصراحه. فعلا كيماوي متعب؟ انا ما كنتش حسيت بيه لاني ما عيشتش نفسي جواه. انا اول بقى اشرحي لي دي، انا كنت من عادتي ان انا لما اخش اوضه الكيماوي اكون محضره ام كلثوم او النجاة او اقعد اشغلها ومركزي مع الكيماوي. انا اولا احب اعرف حضرتك، انا جيت شبه منتهيه حالتي في مرحله، انا ليا 4 سنين عندي الورم. وكنت 4 سنين عندك الورم؟ معلش يا مدام صفاء لحظه، الصوت ده ايه بقى يا دكتور؟ ده بيقول ان في الدواء وقف، او ان هو محتاج ان هو يتظبط فيه بابل، في هواء، او في حاجه فيه عايزه تتظبط. الدواء ده وده؟ وده؟ هو واحد بس بيبقى شغال في نفس الوقت. ده بيقول ان كده الدواء ده خلص او ان هو وقف، يعني حطهم وقف. انا المريضه اتحركت. طب تعالي قولي لي بقى بتعملي ايه دلوقتي؟ ولا اصلا العلاج ده خلص، انا المفروض اغير هديها الوقت تاني. يعني دي فديت؟ دي فديت. تمام، والجهاز يزمر لك الزماره دي عشان انت تيجي تغيري. مظبطه على ريتم معين. تعالي كده. اسمك ايه؟ هناك. بك بدل بقى لك كام سنه في التمريض؟ يعني حوالي 3 سنين. 3 سنين. ده اول شغل ليكي كانت بهيه؟ لا، تالت شغل. والله كل سنه في حته يعني مش بالظبط. ومبسوطه في بهيه؟ الحمد لله جدا، الحمد لله. طب يلا احنا مش عايزين نعطلك عن الجرعه. مدام صفاء، قلتي ان انت اصبتي من 4 سنين؟ من 4 سنين اكتشفت الكانسر. من 4 سنين رحت كشفت وكنت رافضه. اكتشفتي ازاي؟ رحت كشفت. انت شكيتي فروحت كشفت؟ لقيت كلكيعه في الصدر، رحت كشفت فقالوا لي لازم تروحي المستشفى الاورام وتكشفي. انا بحكم ان انا ساكنه قريب من مكان الاورام كنت بشوف الحاجات اللي هي ما تخلينيش اتشجع على ان انا اروح اتعالج، رفضت ان انا اتعالج لحد ما نزل اعلان بهيه في الافتتاح. ايه ده، فضلتي قاعده كده ما بتعمليش حاجه ولا عايزه تروحي تتعالجي وعارفه ان انت مصابه وعندك سرطان وما بتروحيش حته؟ عشان عارفه ان مش خايفه من البهدله. انت ساكنه قدام معهد الاورام؟ جنبي. او جنب معهد الاورام، فشايفه الناس بيعانوا ازاي؟ بلاقيهم بايتين في الشارع على راسي يعني. وبشوف الحالات. قعدتي قد ايه كده بقى؟ قعدت 4 سنين. 4 سنين عيانه وما بتتعالجيش؟ بس انا كنت عندي تحدي بيني وبين نفسي، انا ولادي بيلعبوا كوره قدم وكنت بخرج وبمارس رياضه فكان عندي عزيمه ان انا لا، انت مش هتغلبني، مش هتقدر تقهرني، مش هتقدر عليا. فلحد بقى ما حصل دروب مره واحده، جالي ميه على الرئه
دي اللي خلتني كان جه اعلان بهية. ده بسبب السرطان الثدي يعمل ميه على الرئه. جه اعلان بهية في التلفزيون، اسرتي جت قدمت، احنا ما كنا بنشوف الصوره في التلفزيون مش مصدقين، اكيد ده استثماري. انت كنت سايبه نفسك مدام صفاء؟ اه. طب يعني لو ما كنتيش شفتي اعلان بهية كنت هتعملي ايه؟ مش عارفه. خوفك من البهدله واللي بتشوفيه عشان انا مخليكيش عايزه تقولي ان انا ما بهدلش اسرتي واولادي معايا كمان، مش هتبهدل لوحدي، معامله غير ادميه في اي مكان. فانت جايه وانت حالتك متاخره، جايه في أوي. في خلاص في منتهيه وكسر فقرات الرقبه وتركيب شرايح ومسامير، كل ده حصل لي في بهية بفضلهم، بفضل دكتور احمد حسن، بفضل الدكتوره ايمن صبحي، بفضل الاداره، بفضل التمريض، بفضل اولا احنا اول ما بنخش بهية بنحس ان احنا داخلين مول مش مستشفى. الطراز اللي مصممه اسره الباشمهندس حسين عثمان واسره بهية يشكروا عليه، بيريحك، بيشكروا عليه، بيريحنا، بيساعد. طب قولي لي انت جيتي وحالتك تعبان، عملوا فيكي ايه على طول؟ انا اول ما جيت قدمت عملوا لي تحاليل وفحوصات واشاعات، ولا انت ما فيش حاجه اسمها ما في ما لهاش علاج. دخلتي على الكيماوي على طول؟ رشحوا لي ان انا لازم ابدا كيماوي. خدتي كام جلسه؟ اخدت 16 جلسه اسبوعيا، وكنت باجي انا بقى محضره ام كلثوم وفيروز وفريد فرحانه انا جايه نادي اقابل صحابي، جايه انا فرحانه حضرتك. انا بعد ما خلصت الكيماوي زعلت ان انا هقعد في البيت، جيت قدمت تطوع. يا حبيبتي انت هنا متطوعه؟ متطوعه في الدعم المعنوي بقى والنفسي. الدعم النفسي، وباجي وبنقدم حاجات جميله جدا بمساعده الدكتور احمد، هو المتولي عننا في كل الامور. في ريهام جهاد خبيره التجميل بتيجي تقدم ميك اب علشان نقدم للست. عارفاها ريهام؟ طب الست اللي بتيجي تفقد رموش او حواجب او شعر. انت فقدتي حاجات كتير؟ كل حاجه طبيعي زي اي حد بيكت، بس مجرد ان انا وقف الكيماوي خلاص طلع بيرجع تاني الشعر، طلع والرموش هي دي طبيعي. قمر اهو، ما انا شايفه كله طبيعي. وبعد الكيماوي ايه كان في اي استئصال او ايه اللي حصل؟ انا بالنسبه لي علشان في مناطق كتير في الجسم، في الجسم ولا في الثدي؟ في الجسم انتشر، فبالنسبه بس انا مكاتشين عليه. الله عليك الله عليك. انا بعتبره، انا دايما بلقبه ان هو حرامي، هيخش يسرق اسرتي وبيتي، مش هيسرقني انا، مش هيسرق عمري لوحدي، لا اسرتي. فانا بتحداه وان هفضل وراه يهاجم يا مهزوم، بس ان شاء الله مهزوم. وده وصلني ان انا بساعد حالات كتير في المستشفى، وبحب ان انا اجي، انا اولادي معايا شباب جامعيين بيجوا بهية متطوعين، ومعايا ابني بيغني في دعم نفسي للمرضى، وبنيجي حابين بيقعدوا معايا. صعب ان انت تقعدي شاب في مستشفى طبعا، صعب جدا ان انت تجيبيه يقعد معاكي كذا، فهم بيجوا حابين يقعدوا لان هم بيلاقوا هنا احنا جايين كاننا نادي. ابسط الحاجات اللي بيفكروا فيها فينا، احنا بنيجي الصبح ممكن انزل من بيتي ما الاقيش فطار، اجي الاقي الوجبه متحضره لي هنا للمرضى كلهم، وجبه عصير، كل تفصيله صغيره وكبيره بهية بتفكر فينا. انا بعتبرها بهية كيان ام بتحتضن اولادها، وانا بطالب من هنا علشان انا دايما بقولها يا ريت يا ريت المستثمرين ورجال الاعمال اللي بيعملوا خير، الخير هنا عندنا خير. لما تعاني يعني الام عمود البيت، الام هي كيان مصر. صح. لو وقفوا وجم حطوا الكف، هو ده اللي هيسبقهم على الجنه، وهو ده اللي هيسبقهم. بغض النظر ان احنا ممكن تستثمري في عماره في لا لا لا، هنا لو جم هيلاقوا، ولو جم لقوا المكان هنا بالوضع ده وبالنظافه. احنا في ناس بتسافر بره علشان تتعالج، عشان تلاقي الرعايه دي. صحيح. اللي هنا، وعشان تلاقي النظافه دي، وعشان تلاقي الاستقبال. انا بشكرك مدام صفاء. انت مكمله في العلاج بقى ولا ايه؟ انا حاليا انا باخد هرمون. وفي اشعاعي ولا لا؟ لما بنحتاج له، بس هو مش مستمر يعني العلاج الاشعاعي، لو في حاجه ليه هندخله في حالته. دكتور احمد شايف ان انا عندي عزيمه. لا هي من فوق كده. انا خايف احسدك. هي مساعدانا، هي مساعدانا ان احنا نعمل شغلنا صح. فعلا. هي نفسيا. عشان كده احنا بنستعين بيها مع العيانين الجداد على الموضوع. احنا بنقدم للعيانين، بيقولوا لي احنا عايزين نبقى زيك، بيكونوا جايين متدمرين، احنا غيرنا فكر الناس، في ناس قلعت الاسود، في ناس بدات تغير وتعمل، في ناس خرجت من عزلتها، في ناس بدات ان هي لما بتيجي الدعم مش عايزه تبطل، عايزه تيجي على طول. جوزك بيتعالج؟ موجود معايا والله. قاعد بره؟
خفت تجاوبيني اجابه ثانيه. عمال افكر اسالها ولا بلاش. انا اسرتي كلها بتيجي معايا والدكتور احمد عارف. اسرتي بيجوا وبيقعدوا معايا يلا ربنا يكون شفاكي على خير يا حبيبتي. اشكرك يا مدام صفاء. ميرسي يا صفاء. ميرسي يا جماعه. احنا كده رايحين فين بقى؟ احنا ده قسم العلاج الاشعاعي الاخطر، اخطر جزء في المستشفى نقدر نسميه كده. ده اكثر جزء مكلف في المستشفى، لان هو تجهيز هذا الدور كلف اكثر من 55 مليون. الدور ده بس؟ الدور ده بس 55 مليون جنيه؟ الاجهزه بالسوفت وير بالكمبيوتر بالفرنتشر بكل التجهيزات الموجوده فيه كلفت اكثر من 55. ده اللي هو العلاج الاشعاعي. العلاج الاشعاعي بالظبط. انتوا عاملينه تحت الارض. أوه. دكتور احمد شرف رئيس القسم الاشعاعي. اهلا بحضرتك. الاخطر على الاطلاق. كل سمعتي كده صعبه يعني المصريين كده ولا لا خالص. يا ساتر يا رب. شر بره وبعيد. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي في بهية اولا. تمام. احنا يعني الحمد لله رب العالمين في بهية عندنا قسم يعتبر اقوى قسم علاج اشعاعي افتتح في الجمهورية في الفترة اللي فاتت ديت. الاسم فيه جهازين علاج اشعاعي هم احدث جهازين في العالم. لأول مرة يكونوا متواجدين للخدمة بشكل مجاني بالكامل للمرضى بتوعنا. دي غرفة فيها حمايات كاملة. اوكي من أول الحيطان. ده إيه الباب ده؟ ده الباب بتاع الجهاز، ده باب إلكترونيك. اوكي. ده وزنه 3 طن. ده. اوكي. الباب ده جاي من أمريكا. هزق؟ ايه عامل ايه؟ هو لازم ده يعني ليه كلوز اوبن كده از سيفتي. اوكي. هو بوش واحده بيحرك الباب وبيخرج الباب. دي احدث مكنه في العالم، لكن اهتمينا ان يكون العيان بياخد مش بتاعك بس جزء من علاج العيان، ان هو مش داخل محبوس في اوضه وبياخد جلسه، لا لازم يكون في البعد ان العيان تكون داخل نفسيا حتى حاسه انها داخله اوضه بتاخد فيها سيرفيس. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهماه. العينه بتنام على الجهاز. على ده؟ على الويج ده. اوكي. تمام. يعني راسها بتبقى هنا؟ تبقى راسها هنا ورجليها ركبها بتبقى موجوده هنا وتبقى ماسكه رافعه ايديها لورا. اوكي. يعني ماسكه كده. بس يعني السرير ده بالجهاز ده كله وحده واحده بيتباع مع بعض. بالظبط. اوكي. بس اللي بتنام عليها الجهاز الويج دوت اللي بيتحرك دوت. بتتحرك. بالظبط. ده اكسسوري للعينه احنا جايبينه للعينين بهية. دي بس السامبل حاجه تمنها حوالي 400,000 جنيه حاليا. دي بس؟ بس. اوكي. اللي هو اللي هي بتنام عليه بالظبط. الجزء ده مش كله كمان؟ لا الجهاز كله بقى ده حاجه ثانيه خالص. يعني الجهاز كله على بعضه ده جهاز. قول لي رقم. حاليا ولا سابقا؟ احنا بنتكلم في ثمن الجهاز ده بكل مواصفاته وبكل حاجه فيه بنتكلم في حوالي 40 مليون. 40 مليون جنيه؟ مصري. في حاجه اسمه تصوير وقت العلاج، ان احنا بنصور عينه مقطعيه وقت الجلسه عشان نتاكد ان خطه العلاج اللي اتعملت لها بتوصل لنفس المكان. ودي بيدينا دقه عاليه جدا في التوصيل وان احنا مطمنين العينه بتاخد بالظبط. في تكنولوجي تالي اللي هو حاجه اسمه ان احنا نربط العلاج بينه وبين النفس. يعني الناس اللي بيعاني من اورام في الثدي في الجهه الشمال بيبقى الثدي قريب قوي من القلب. فاحنا بنبقى خايفين على جوده الحياه كمان ان هي ما يجيلهاش مشكله في القلب بعد 10 سنين او 15 سنه. الريسبيراتوري جيتنج دي بتبقى كاميرا موجوده وبتديتكت المرحله بتاعه النفس لما يكون الثدي بعيد عن القلب يطلع العلاج الاشعاعي. احنا بنتكلم في حوالي سنتي. اوكي. دي حاجة أول مرة تكون بتطبق عندنا في مصر عشان تضمن سلامة القلب، عشان بنتكلم على كواليتي اوف لايف. مش النهاردة يعني سنة. مش هدفنا فقط إن احنا بنعد أرقام. حاجة نادية. نادية. وحاجة سامية. سامية. منورين. الله يخليك يا حبيبي. مبسوطين. مبسوطين. بالدكاتره والممرضات. حسيتوا ان انتوا المفروض توعوا البنات والستات اللي حواليكم؟ طبعا. انهم يلحقوا نفسهم. طبعا طبعا. الدكتور احمد هو اللي كشف عليا واكتشفني. رحت لاربعه حكمه في الزقازيق.
انت من الزقازيق؟ اه. تيجي من هناك؟ باجي من بعد الفجر اركب واجي اوصل هنا الساعه 9. ده كل قد ايه بقى؟ في الشهر 3 مرات، في الشهر 4 مرات. اه يعني. اه. وانت يا حاجه ناديه مين؟ انا ساكنه هنا قريب. قريب. بس انا كان عندي من 13 سنه في الناحيه الشمال، وبعدين لما جالي بقى هنا في الناحيه اليمين جيت بهيه بصراحه، لان كنت ماديا مش قادره. استأصلتي اللي هو في الشمال؟ لا اللي في اليمين بقى، انا كنت اللي في الشمال استأصلته من 13 سنه. وكمان اللي في اليمين؟ وخلصت الاشعاع الحمد لله، ودلوقتي باخد العلاج الموجه علشان لمده سنه كل 21 يوم. ولو بتعب في اي وقت بجيلهم في اي وقت، وما مش قادره اجي اكلمهم في التليفون. انا بشكركم شكرا جزيلا. خليك لينا يا دكتور احمد.